تعيش دول عدة ظواهر مناخية لم تشهدها سابقاً. نرى في أماكن أنهاراً جفت، ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، سيولاً جارفة وفيضانات، وتغيراً في خريطة العالم المطرية. وتشكل هذه التغيرات تهديداً لقطاعات عدة على مستوى العالم مرتبطة بالحفاظ على الأمن المائي والغذائي والصحي والطاقة أيضاً. نحن عم نعيش حالة عالمية فيها ندرة بالمياه وإجهاد مائي قوي، مع احتمال زيادة الصراعات حول المياه ونشوب حروب جديدة بالعالم، ظهور أمراض جديدة أو عودة أمراض قديمة، تصحر، تغير بالرزنامة الزراعية، انخفاض الإنتاج الزراعي، انخفاض المحاصيل الأساسية اللي هي الغذاء الرئيسي، عم نحكي قمح وذرة للناس. يعني عنا نقص بالتغذية، عم بيعمل إسهالات، عم بيعمل أمراض منقولة بواسطة المياه عم بتزيد. ولبنان هذا البلد الصغير الذي يعاني الأمرين قد يجد صعوبة في محاكاة شروط التغيرات المناخية الجديدة، وأبرزها شح المياه وتوفر مصادر الطاقة. فما هو الحل؟ الحل بالتزام أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. لازم يكون في عنا سياسات وقوانين تحافظ على مصادر المياه، تحافظ على المساحات الزراعية، وتشجع السلوكات الآمنة، لأنه نحن كلنا لازم على المستوى الأفراد وعلى مستوى الدولة يكون في عنا سياسات تساعد على الحفاظ على الأمن الغذائي، تشجيع المزارع على الالتزام بالرزنامة الزراعية الجديدة، والصناعة تكون عندها مصادر طاقة بديلة خضراء وموارد أولية أيضا. الأهم المياه ومصادر المياه، التخطيط الرشيد والسلوكات الآمنة والالتزام بالقوانين هي الحل. الطبيعة تدق ناقوس الخطر، والاستسلام بالتكيف مع هذا الواقع دون أي تغيير في السلوك الفردي والجماعي قد يحرمنا في المستقبل القريب والبعيد من الحد الأدنى مما ننعم به اليوم من مقومات الحياة.